أنت ولا هن أوتين فتنة يوس، كيف تأتي القصيدة ما بين ليل كئيب ويوم عبوس؟ وماذا تقول القصيدة بعد غروب المنى واقتراب الشموس؟ ففي الطرقات تدار المنايا، وفي الشرفات تدور الكؤوس. القصائد كالناس تحيا، لها يوم سعد ولها يوم يوس. معك مجال تقول طموس. ايش طموس؟ طموس في اللغة العربية.